السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم في مادة لغتي خلال الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم: الوحدة السابعة من علماء المسلمين، أمير الأطباء أبو بكر الرازي. أمير الأطباء أبو بكر الرازي. الجزء الأول. معد ومقدم هذا الدرس الأستاذ عبد الله الحربي، أهلا وسهلا بكم. هيا لنبدأ درسنا. أمير الأطباء أبو بكر الرازي. أمير الأطباء أبو بكر الرازي. الجزء الأول. أبو بكر ابن محمد الرازي. أبو بكر ابن محمد الرازي عاش في بغداد. عاش في بغداد عاصمة العلوم في زمانه. عاصمة العلوم في زمانه. وهو أبو الطب العربي. وهو أبو الطب العربي. أبو بكر ابن محمد الرازي عاش في بغداد عاصمة العلوم في زمانه وهو أبو الطب العربي. نلاحظ يا أبنائي، الرازي كلمة انتهت بحرف ياء. أيضا العربي كلمة انتهت بحرف ياء. نكمل يا أحبتي. وحجة الطب في أوروبا قديما. وحجة الطب في أوروبا قديما بدأت حياته بحبه العلوم العقلية. بدأت حياته بحبه العلوم العقلية فانشغل بدراسة الرياضيات والأدب ونظم الشعر. وحجة الطب في أوروبا قديما بدأت حياته بحبه العلوم العقلية فانشغل بدراسة الرياضيات والأدب ونظم الشعر. ونظم الشعر. ممتازين يا أحبائي. لكنه سرعان ما غير اهتمامه. لكنه سرعان ما غير اهتمامه عند بلوغه 30 من عمره. لكنه سرعان ما غير اهتمامه عند بلوغه 30 من عمره واتجه إلى دراسة الطب. واتجه إلى دراسة الطب حتى أتقن صناعته. واتجه إلى دراسة الطب حتى أتقن صناعته. لكنه سرعان ما غير اهتمامه عند بلوغه 30 من عمره واتجه إلى دراسة الطب حتى أتقن صناعته. ممتازين أبنائي. وصار جراحا ماهرا. وصار جراحا ماهرا تشد إليه الرحال. وصار جراحا ماهرا تشد إليه الرحال. عرف الرازي بذكائه وفطنته. عرف الرازي بذكائه وفطنته لذلك
عهد إليه الخليفة العباسي، عهد إليه الخليفة العباسي اختيار الموقع المناسب، اختيار الموقع المناسب. عرف الرازي بذكائه وفطنته، لذلك عهد إليه الخليفة العباسي اختيار الموقع المناسب. ممتازين يا أحبائي. لبناء مستشفى، لبناء مستشفى لأهل بغداد، لبناء مستشفى لأهل بغداد، فابتكر لذلك طريقة، فابتكر لذلك طريقة ما تزال محل إعجاب الأطباء، فابتكر لذلك طريقة ما تزال محل إعجاب الأطباء، إذ أمر بعض الغلمان، إذ أمر بعض الغلمان بأن يأخذ كل واحد منهم، إذ أمر بعض الغلمان بأن يأخذ كل واحد منهم. نلاحظ هنا مستشفى، إنها ألف كتبت على صورة ياء. نكمل ما تبقى. قطعة من اللحم، يأمر بعض الغلمان بأن يأخذ كل واحد منهم قطعة من اللحم ويعلقها في ناحية من نواحي بغداد، ويعلقها في ناحية من نواحي بغداد. ثم انتظر الرازي ليرى ما يحدث لقطع اللحم، قطعة من اللحم ويعلقها في ناحية من نواحي بغداد. ثم انتظر الرازي ليرى ما يحدث لقطع اللحم. نلاحظ كلمة الرازي انتهت بياء، وكلمة ليرى انتهت بألف على صورة ياء. ممتازين يا أبطال. فإن طرأ على القطعة فساد أو تغير سريع فإن موضعها لا يصلح لإقامة المستشفى، فإن طرأ على القطعة فساد أو تغير سريع فإن موضعها لا يصلح لإقامة المستشفى، وإن لم تتغير قطعة اللحم فالموضع صالح لبناء المستشفى. فإن طرأ على القطعة فساد أو تغير سريع فإن موضعها لا يصلح لإقامة المستشفى، وإن لم تتغير قطعة اللحم فالموضع صالح لبناء المستشفى. كلمة المستشفى انتهت بألف على صورة ياء ولكن بدون نقطتان. ممتازين أبطال، بارك الله فيكم. نأخذ هذا التمرين. لماذا لقب الرازي بأمير الأطباء؟ لماذا لقب الرازي بأمير الأطباء؟ أحسنتم، لذكائه وفطنته ولأنه أبو الطب العربي، ولأنه أبو الطب العربي وفطنته وذكائه. ممتازين يا أبطال، بارك الله فيكم. الآن يا أبنائي دعونا نستخرج من النص كلمة مختومة بياء، كلمة مختومة بياء نستخرج من النص الذي قرأناه
كلمة مختومة بياء. أحسنتم. الرازي، 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 ممتازين أبطال. أيضا نستخرج كلمة مختومة بألف على صورة ياء، ألف على صورة ياء ولكن بدون نقطتان. المستشفى، ممتازين. المستشفى، ممتازين يا أحبتي بارك الله فيكم. ملخص الدرس: أمير الأطباء أبو بكر الرازي، أمير الأطباء أبو بكر الرازي، الجزء الأول. قرأنا النص، ومن هو أبو بكر؟ أبو بكر ابن محمد الرازي. وماذا عمل؟ عمل جراحا ماهرا، جراحا ماهرا. لقب بأمير الأطباء لذكائه وفطنته، ولأنه أبو الطب العربي وحجة الطب في أوروبا قديما. أبو بكر الرازي عمل جراحا ماهرا تشد إليه الرحال. من ذكائه وفطنته اختار طريقة لإقامة مستشفى لأهل بغداد بأن يأمر بعض الغلمان، يأمرهم بماذا؟ بأن كل واحد منهم يأخذ قطعة من اللحم ويعلقها في ناحية من نواحي بغداد، والموقع الذي لا تفسد فيه اللحمة هو الموقع الصالح لبناء المستشفى. ممتازين أحبتي. أيضا درسنا الكلمة التي تنتهي بياء، كلمة الرازي، العربي، العباسي، كلها كلمات تنتهي بياء. الرازي، العربي، العباسي، كل هذه الكلمات تنتهي بياء. ممتازين يا أحبتي بارك الله فيكم. أيضا درسنا يا أبطال كلمة تنتهي بألف على صورة ياء، كلمة تنتهي بألف على صورة ياء ولكن بدون نقطتان. كلمة مستشفى تنطق ألف، مستشفى. ليرى، ليرى تنطق ألف. أيضا المستشفى، المستشفى تنطق ألف. ليرى تنطق ألف. هنا الرازي تنطق ياء، العباسي تنطق ياء. ممتازين يا أحبتي، انتهى درسنا. مع السلامة، إلى اللقاء في الدرس القادم.